له تاريخ وحد انجز وحد له مصداقيه. هل ظهر ولا لسه اللي حاجه بتتكلم عليه؟ والله شوف هذه المواصفات. بص الاحزاب المصريه كلها بصفه عامه ضعيفه ضعيفه. وعايز اقول لك ان التحالف الوطني لما تم ده كان بيدي رساله مهمه جدا. لانه فكره التحالف الوطني فكره عبقريه لانها بثت روح جديده، قالت رساله جديده، جمعت فيها القدرات الخيريه والاجتماعيه تؤدي رساله جديده وتنظم حياه جديده في كل ربوع مصر. فبدات تقترب من كل طبقات وفئات الشعب في كل محافظاته. وبدات تؤدي برامج غير تقليديه وبرامج خيريه واجتماعيه جليله. اتكلمنا عن الطب وتكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن برامج الخيريه في المناسبات المختلفه وتكلمنا عن برامج كتير جدا. الفكره دي نفسها اثبتت ان الشعب ده ممكن كله يبقى يعني في بوتقه واحده جديده تحت شعار تحالف وطني. هنا بقى انا بقول لك الشعب قد ايه حاسس انه الناحيه السياسيه توصلوا للناس بجد. الناحيه السياسيه مطلوبه. الناحيه الناس عاوزه حد له مصداقيه، حد قوي، حد امين. من 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 التحالف ده دور سياسي ولا دور مجتمعي ولا الاثنين مع بعض؟ لا، دور مجتمعي. أيوة. مجتمعي بس اسفرت الدراسه دي والمنظر ده على ان الدور السياسي مش موجود. واخد حضرتك؟ نعم. النهارده التواجد الشعبي بين طبقات الشعب كلها محتاج ظهير سياسي برضه، محتاج حزب سياسي قوي له قواعده، له مبادئه، له رؤى بيطرحها وناس جد شخصيات اللي فيه شخصيات متزنه بتدير حزب صح، بتدير رؤى صح، ويكون ليها باع كبير قوي حتى في تشكيل الحكومه. ده, ده, ده المطلوب. لكن النهارده ده الحقيقه احنا بننتقده النهارده. واعتقد ان التحالف الشعبي ده اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه دي يعني في الدوره الجايه في البرلمان له قانون. في مؤشرات للقانون ده؟ في طبعا. لا المؤشرات كلها ان احنا خدمات. احنا انت بتأدي خدمات وبتدخل مين فيه ويكون له بورد معين ويكون له اداره، والاداره دي تتواجد على مستوى الاجتماعي وتكون منتشره في كل ربوع مصر وتقدم خدمات غير تقليديه، خدمات اجتماعيه متخصصه في مجالات كتيره. لا في الرؤى دي جديده والفكر نفسه جديد. بيتنسقوا ازاي مع بعض في التحالف؟ الحقيقه شوف انه مين يروح هنا المحافظه دي، مين يودي. لا مش حاجات مين بس. الفكر نفسه. انت جمعت براعم الناس في كل المحافظات. من كل محافظه مين اللي هناك تعالى. انت بقيت عضو معانا. لما تكون تجمع الناس دي كلها وتقدم خدمات مختلفه بس خدمات مدروسه وخدمات جليله الحقيقه، وفيها اللي بيعلن وفيها اللي ما بيعلنش، وفي برامج في كل المناسبات، وفي تقييم للاداء للناس كلها، وكل واحد عاوز يخش النهارده يسارع انه يبقى عضو لانه قدر يعرف انه في مظله كبيره اسمها التحالف الوطني للاعمال الاجتماعيه، هو حاسس انه فخور انه جزء منها. انا عندي نقطتين. النقطة الأولى تتعلق أيهما الأفضل لمصر، انتخابات؟ لأنه على مدار الحوار الوطني، وحضرتك شاركت في لقاءات في الحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني، الأفضل لمصر طول عمرنا عارفين انتخابات الفردية، وكانت يعني عاملة بتعمل زخم كبير جدا. ثم جينا القائمة المطلقة والخلاف مطلقة والنسبية. إيه الأفضل النهاردة وحضرتك يعني تاريخ برلماني مخضرم؟ شوف إيه الأفضل لمصر؟ أنا عايز أقول لك هو الحقيقة الفردي مطلوب والمطلقة مطلوبة بالذات الاثنين دول. طبعا احنا النسبية صعب انك انت تاخد مجموعة وتسيب مجموعة، ولا صعب قوي. نعم. لكن الفكرة مش في كده بس. الفكرة في حجم الدوائر. الدوائر الكبيرة قوي دي ما تخليش واحد فردي يقدر يخش. وبالتالي اعادة تقسيم الدوائر. الدوائر الكبيرة قوي دي ناس ما واحد عاوز يرشح نفسه مش معروف. مركز فيها 2000 قرية ولا حاجة كتير ما هوش معروف. وبالتالي انا كل ما ارجوه هيبقى في فردي عشان الطموحات الفرديه والناس تظهر. وفي طموحات القائمه المطلقه، وما فيش داعي ان يعني القوائم تبقى قوائم 100 واحد. لا،
ممكن قوي الناس تخش بدل ما القائمه تبقى 25 يبقى هنا في قائمه 25 وخمسه ما في داعي انه يعني انا عاوز اعدد القوائم واصغر الدوائر عشان اقدر الم الدنيا دي كلها مع بعضها كله مبسوط. لو صلحت دي يبقى انت عندك قانون انتخاب. طبعا ما فيش في الدنيا كلها قانون انتخابي مثالي هيكون لبعض المآخذ، لكن احنا اللي يناسبنا ايه النهارده الفتره دي انا اعتقد انه قانون فردي مع الجامع بين الفرد والمطلق الجامع بين الاثنين ويكون عندنا الدوائر مساحتها تقل شويه تقل يعني كل دايره من الدوائر اللي فاتت دي كلها ممكن تبقى ثلاث دوائر وممكن تبقى اربعه وفي نفس الوقت القوائم بلاش تبقى قوائم كبيره قوي نتكلم على 100 واحد و150 واحد لا الناس هتتوه في التصويت اصلا ممكن قوي كل مجموعه يبقى مثلا 25 واحد والناس تختار 25 دول او 25 دول او 25 دول. بتشوف الحوار الوطني ازاي حضرتك شاركت فيه بصراحه؟ لا فكره تجربه حوار وطن حقيقه فجر طاقات كبيره جدا فكريه.